أعلنت إدارة الرواق الأزهري عن قبول دفعة جديدة من الدارسين الراغبين في الالتحاق برواق العلوم العربية والشرعية بالأزهر الشريف في الفترة من 11 من فبراير ولمدة 15 يوما. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الامتحانات بالرواق منذ بداية الشهر الجاري. نتابع التفاصيل في تقرير الزميل محمود القاضي. بدء أعمال اختبارات التقييم للدارسين برواق العلوم العربية والشرعية بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية. انطلقت أعمال الاختبارات أوائل الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر. يبلغ عدد الدارسين قرابة 7000 دارس في مختلف فروع الرواق بالمحافظات. في سوهاج يؤدي الامتحانات عدد 77 دارسا في مختلف مستويات الرواق الثلاثة: التمهيدية والمتوسطة والتخصصية. في الوقت الحالي طبعا بدأت دراسة الامتحانات الخاصة برواق العلوم العربية والشرعية منذ بداية الشهر وتستمر حتى نهاية الشهر. طبعا رواق العلوم العربية والشرعية أحد الفروع التي تنتمي للرواق الأزهرية، وهي طبعا ينتمي إليها حاليا في محافظة سوهاج 77 دارس يخوضون هذه الامتحانات في مراحل الرواق المختلفة، سواء كانت التمهيدية أو المتوسطة أو التخصصية. طبعا وبالمناسبة طبعا في هذه الأيام أعلن الجامعة الأزهر مؤخرا بقبول الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بهذا الفرع من فروع الأروقة، ومستمر التقديم حتى نهاية لمدة أسبوعين. يعني التقديم بدأ من يوم 11 ومستمر إن شاء الله لمدة أسبوعين. فكل المجتمع السوهاجي اللي راغب فيه فعلا انه يلتحق برواق العلوم العربية والشرعية فيمكن الدخول على لينك التقديم المنشور على بوابات المختلفة الإعلامية التابعة لإدارة الجامعة الأزهر أو تابعة لفرع الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج، والتسجيل وذلك الالتحاق بهذه الفروع. فطبعا في سوهاج هنا بتجرى هذه الامتحانات في الوقت الحالي، ويتم طبعا متابعتها من قبل الإدارة العامة لجامعة الأزهر والباحث أو في باحثين طبعا بيتابعونا باستمرار. وطبعا في زيارات طبعا ومتابعه مستمره من فضيله الدكتور احمد حماد رئيس الاداره المركزيه لمتابعه هذه الامتحانات. التمهيديه مستوى اول دي تشمل لجميع المؤهلات، جميع المؤهلات تشمل عليهم التمهيديه مستوى اول. المتوسطه لو انت حضرتك حاصل على اعداديه ازهريه بتخش على المتوسطه، حضرتك حاصل على ثانويه ازهريه بتخش على التخصصيه. التخصصيه فقه اصوله، تخصصيه عقيده، تخصصيه لغه عربيه، تخصصيه تفسير وحديث. كل مرحلة لها جدول يتفاوت كل يوم في تخصصات متعددة. يعني مثلا النهاردة في عندنا التمهيدية مستوى أول، تخصصية متوسطة مستوى أول، تخصصية عقيدة، تفسير، فقه أصوله، لغة عربية. تصير عملية المتابعة بكل سهولة ويسر لإزالة أي عقبات قد تعوق الممتحن أثناء الامتحان. وقت الامتحان بيكون ساعتين لكل مادة. يبلغ عدد الدارسين فيها ما يقارب 7000 دارس، وهم يجرون الآن الامتحانات في وقت واحد على مستوى الجمهورية، ونحن هنا للمتابعة سواء لتسهيل أي عقبات وتبليلها أمام الممتحنين قد تواجههم أي صعوبات فيها الأسئلة أو مشاكل في بعض الأمور الفنية الخاصة بالامتحانات، بناء على تعليمات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الدويني وكيل أزهر، والسيد الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف على الجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور هاني عودة مدير إدارة الجامعة الأزهر، ومديري الشؤون الأروقة واللجنة الدينية بالمسجد. نحن هنا في جميع المحافظات كلنا نعمل من أجل رفعة هذا الدين وشأنه، وأيضا لإعلاء كلمة الحق في كل مكان، وأيضاً لتيسير ونشر الفكر الوسطي الذي يتخذ الأزهر منهاجاً وهو مصدر الدين الصحيح والوسطية والاعتدال هنا في كل ما يخص مصر داخلياً وأيضاً خارجياً. تأتي إلينا الوفود من جميع أنحاء العالم للاطلاع وليروا على أرض الواقع ما يقوم به الأزهر من دور كبير لنشر الوسطية ومحاربة أي فكر مغلوط قد يؤدي إلى المساس بسمعة الدين الإسلامي الحنيف. كان معكم خالد المشنب، ولكم مني كل التحية، محمود القاضي، قناة طيب.